ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد ومع قناتكم قناة حلم مي تو وين. وانت لو عندك مدونة زي اللي قدامك كده بالظبط، مدونة زي دي كده، وانت عايز تعمل سيو لهذه المدونة، عايز ناس تدخل تعمل 10 فيزيت لكل واحد للبوستات بتاعتك، ويضغط لك على اعلان وصفحتين داخل الاعلان نفس المهام اللي بنشوفها على موقع السبوت جيكس. ازاي نعمل الموضوع ده؟ لو انت طبعا لك حساب على موقع السبوت جيكس، مش هقول لك اعمل اداء ولا حاجة، انت من الفلوس اللي انت بتكسبها هنا على موقع السبوتكس، مثلا احنا معانا حوالي 12 دولار ونص على هذه المنصة، تعالوا نحول او نستخدم جزء من هذه الاموال ونعمل سيو للمدونة بتاعتنا اللي هي دي، ونجيب ناس تفتح طبعا البوستات وتضغط على الاعلانات. تابعونا ولكن بعد الفاصل. اهلا وسهلا بكم من جديد وعودة بعد الفاصل. اول خطوة هنعملها بمنتهى السهولة والبساطة، هنجهز اللينك. الله، تقول لي ما اللينك جاهز؟ قدم المدونة بتاعتك وادي اللينك اهو جاهز. ما ينفعش اخد لينك المدونة على طول. اول حاجة انا بعملها ابتدي اجهز اللينك. جهزت اللينك بتاعنا اللي هو موقع المنصة، وبعد كده بتجه الى الفيسبوك، حسابي الشخصي الموجود على الفيسبوك، وبعد كده بمنتهى السهولة والبساطة ابتدي اعمل بوست جديد واقوم حاطط اللينك ده، تمام؟ وممكن نوضح كده، هنقول له لمهمات او فور الاسبوع او جيكس تاسكس مثلا على سبيل المثال في نتي. طبعا اوضح له هنا، اقول له فور اسبوع او جيكس تاسكس واقول له بوست. يبقى انا عملت بوست كده على الفيسبوك باللينك بتاع المدونة بتاعتنا، تمام؟ ده الخطوة اللي هي دي، ادي يا جماعه البوست اهو، واعمل لايك مفيش ادنى مشكله، واجي هنا بمنتهى السهوله وببساطه واقوم عامل طبعا ناخد اللينك بتاع البوست ده. شفت كلمه جاست ناو اللي هو فيها التوقيت الزمني ده؟ كليك يمين عليه وابتدي اعمل كوبي لينك ادرس، يبقى انا خدت اللينك بتاع ده، تمام؟ طيب نطلع من صفحه الفيسبوك ونيجي بعد كده على موقع اللي هو البيتلي، لان اللينك ده طويل جدا لازم ان احنا نقلل طول اللينك. باجي على البيتلي واضغط على كلمة اللينك، وبنيجي هنا بمنتهى البساطة على كلمة ديستنيشن، بضغط على بعمل بيست. شفت اللينك طويل ازاي بتاع الفيسبوك؟ طبعا ممكن نكتب تايتل، اقول له ممكن اقول له مثلا اسبوع اوت جيكس تاسكس سيو، تمام مفيش ادنى مشكلة، وابتدي اعمل كرييت، تمام؟ واحصل بعد كده قال لك هنا successfully created، خلاص كده تمام. وهنا اضغط على كلمة كوبي، هنا ادي اللينك اهو بتاعنا وده بنسميه كوبي. طبعا انت عايز كيو ار كود مفيش ادنى مشكلة، عايز لينك ان بايو انت بمزاجك انت بقى، ولكن خلينا ناخد اللينك بتاعنا وطبعا نحفظ اللينك بتاعنا هنا، نفتح نوت باد ونحط اللينك بتاعنا بمنتهى السهولة والبساطة. يبقى هو ده اللينك اللي هنحطه على موقع السبوت اوت جيكس. طيب واحد تاني هيقول لي، هو انت عملت ليه الخطوه دي؟ طب ما تشيك الاول على اللينك. تعالوا مع بعض نشيك على اللينك كده، نعمل بيست، هيفتح لي اللينك الفيسبوك بمنتهى السهوله والبساطه. هيجي طبعا الناس الاجانب هتيجي، هتلاقي مكتوب هنا فور سبوت او التاسكس، هيقوم ضاغط لك على اللينك ده، هيبتدي يحوله على المدونه بتاعتنا اللي احنا عايزين نعمل لها سيو، تمام؟ ادي المدونه بتاعتنا اللي احنا كنا فاتحينها من شويه. يبقى احنا كده خلصنا من موضوع اللينكات. ولكن ده ليه؟ ده لان الجوجل طبعا اللي هيضغط على الادرس الموجوده على المدونه بتاعتك بيشوف الاول هو جاي منين، فهيلاقوه جاي من الفيسبوك، يبقى احنا كده تمام، مش هيبقى جاي مباشره من موقع السبوت او جيكس، لان موقع جوجل ادسنس لما يلاقي حد جاي من موقع زي سبوت او جيكس او موقع ابد وركر او كليك وركر او اي موقع بتشوفه من هذه المواقع، بيلغي الفيزيت بتاعتك ويلغي لك فلوسك وممكن يقفل لك حسابك كمان، اقول لك اي يقفل لك حسابك. فلازم يبان بالنسبه للسيو ان هو جاي من وسائل التواصل الاجتماعي المسموح بها في موضوع السيو، تمام؟ وهيبان عنده ان الناس جايه من الفيسبوك، تمام؟ ده اللي هيبان عنده بالنسبه للجوجل. هقول لك يبقى هو خد عمل شير للمدونه بتاعته على الفيسبوك، وده مسموح، يا اما الفيسبوك يا اما البنترست يا اما انستجرام يا اما اي منصه تانية، مش لازم الفيسبوك، تمام؟
ده علشان يبان في السيو ان الناس اللي جايه هي جايه منين؟ جايه من الفيسبوك. يبقى احنا كده خلصنا من موضوع اللينك، واصبح معانا اللينك بتاعنا وحفظناه على النوت باد اللي هي دي، ونقفل كده المدونه ونقفل كمان البيتلي، وتعالوا مع بعض نتجه الى موقع الاسبوع اوت جيكس ونشوف هيتم عمل المهمه ازاي. تابعونا، ولكن فاصل بسيط ونواصل. اهلا وسهلا بكم من جديد وعودة بعد الفاصل. طبعا احنا فتحنا موقع الاسبوع اوت جيكس زي ما شايفين كده قدامنا. طبعا عند المهام دلوقتي احنا الساعة 6 صباحا و13 دقيقة صباحا، اليوم 11/7. طبعا عند المهام يعني 388 مهمة، المهام قلت شويتين على المنصة. طبعا خلينا طبعا نتجه فوق هنا الى طبعا كلمة فريلانسر، طبعا هنلغي فريلانسر ونخليها كلمة الباير، نقفل نعدل حسابنا طبعا. وبعد كده نستنى شوية كده، بدأ ان هو طبعا هتلاقي هنا الماي جوبس والحاجات دي كلها، حاجة هنا بمنتهى السهولة والبساطة. واضغط على كلمة بوست اجوب، هنحط وظيفة جديدة طبعا بالضغط على كلمة بوست اجوب. طبعا قال لك حدد الليستة اللي انت عايزها. طيب اول حاجة انت عايز طبعا من اي مكان في العالم، تمام، من اي دولة في العالم الفيزا بتاعتك، لان خلي بالك الدول اللي هي الافريقيا والدول بتكون بسيطه شويه، ولكن كل ما في تخصيص كل ما طبعا بيكون اغلى بالنسبه للفلوس اللي هتدفعها في المهمه. طيب اول حاجه ممكن يعملها انترناشونال للناس كلها، مش ادنى مشكله. لو انت عايزها من يو اس اي بس، لمهام لليو اس اي هتتحدد لليو اس اي، تمام، مفيش ادنى مشكله. عايز مثلا من اوروبا، عايز مثلا من الارب كانتريز، او من اسيا او افريقيا او مسلم كانتريز او لاتينيا، انت حدد اللي انت عايزه بيكون عامل ازاي. ولكن انا بعملها انترناشونال، انت عايز ناس من امريكا بس، بحيث ان السيو بيكون عالي جدا للمدونه بتاعتك. لو هي باللغه الانجليزيه يفضل يو اس اي، لو هي عربيه يبقى اما تعمل الدول العربيه هنا اللي هي الارب كانتريز، او بتخليها انترناشونال، وكده كده هم اغلبهم بيجي لك من الدول العربيه. بعد كده الدول اللي انت مش عايزها، يعني في دول انت مثلا اللي هو بيقول select all countries you want to exclude from the select zone، لو انت عايز تستبعد هذه الدول مثلا هتلاقي في دول مستبعدة. طبعا انا ايجيبت محطوطة في القائمة، والمانيا مش عارف، اغلب البلاد هتلاقي موجودة هنا. طبعا لو انت مش عايز تتعلم خلاص مفيش ادنى مشكلة، وده اوبشن، وقال لك هنا اوبشن يعني مزاجك انت، لو عايز تستبعد دول معينة ولا حاجة. طبعا الانديا اغلب الدول اللي بتستبعد هنا هي الانديا، وطبعا بعض الناس بدأوا يستبعدوا ايجيبت في بعض المهام انا شفتها قبل كده. خلينا طبعا في مهمتنا احنا عملناها انترناشونال ومش هنستبعد حد. واول حاجه واعمل لك هنا جدول انت بتمشي عليه لحد النهايه، بعد كده هنقول له ابلاي اند جو تو نيكست. بعد كده شوز ذا جوب كاتيجوري، يعني الجوب ده هتحط في ايه؟ هتحط في السيو، تمام. طبعا هتحط في السيو هنا الفيسبوك تويتر انستجرام بروموشن، هيبقى ممكن نحطها في البروموشن، لا طبعا هتحط في السيو. انت عايز تروج مثلا للمنصه بتاعتك هتبقى في السيو، انت عايز سيو للمدونه بتاعتك فهيبقى هنا، يبقى ده مهمه خاصه بالسيو حددناها خلاص. طبعا الضغط على اعلان واحد ولا اتنين ولا تلاته ولا اكثر من كده، طبعا يفضل الضغط على اعلان واحد اللي هو الوان اكس. الاتنين اكس هما اتنين اعلان، وفي تلاتة اكس وفي الاربعة اكس زي ما انت عايز، كل ما بتزود كل ما يعني الفلوس بتدفعها بتكون اعلى. خلينا في الوان اكس ان هو هيفتح 10 صفحات كالمعتاد، ويستنى في كل صفحة حوالي 30 ثانية، وبعد كده هيعمل ايه؟ وبعد كده هيضغط على اعلان ويستنى عليه دقيقة، وبعدها بعد الدقيقة هيفتح صفحتين داخل الاعلان. وده جميع المهمات اللي احنا حافظينها اللي احنا بنعملها على الاسبوع اوت جيكس بتكون بنفس هذه الكيفية. بعد كده طبعا احنا في الكاتيجوري، بعد كده اتجه الى الاثباتات، هقول له ابلاي تو اند جو تو ذا نيكست، تمام، رايت اكيورتي اند سبيسفايد الجوب. اول حاجه طبعا هنا هتكتب له العنوان الوظيفه، وهتقول له ان هو سيو، تمام. ممكن نقول له مثلا زي ما انت عايز، هنقول له ايزي ايزي جوب، تمام. هنقول له مثلا كعنوان هقول له جاست فيزيت and click others. طبعا اد كليك مثلا ادرس مفيش ادنى مشكله. طبعا هنا بالنسبه للجوب، بعد كده بيقول لك يا سيدي وات سبيسفايد تاسكس نيد تو بي كومبليتد، طبعا التاسكات اللي انت عايزها بالترتيب كده، وكده حطينا العنوان. بعد كده اول حاجه هنقول فيزيت
ماي لينك تمام ات فيرست في البداية عفوا ابتدي زور الموقع بتاعي. وبعد كده هاجي على اللينك اللي انا سايبه على النوت باد بمنتهى السهوله والبساطه بالشكل ده كده، واخده كوبي واجي هنا واقول له بيست. الدنيا سهله وبسيطه تمام. اعمل فيزيت اللينك بتاعي. طيب الخطوه 2 تمام. فيزيت هقول له هنا في الخطوه 2 او ستيب 2 هقول له فيزيت 10 بيج صفحات. واحد تاني يقول لي ما تخليها بوست احسن تمام. اند ستاي واستنى او اقعد 25 ثانية. واحد تاني هيقول لي 30 ثانية. واحد تاني هيقول لي هعملها 35 ثانية زي ما انت عايز تمام. طبعا فور اتش لكل صفحة بيج بمنتهى السهولة كده وببساطة. في كل صفحة يا باشا اقعد لك حوالي افتح 10 بوستات وكل بوست استنى فيه 25 ثانية تمام. وبعد كده هتقول له كده I will follow، انا سوف اتبع تمام your IP for a check. انا هتتبع الـ IP بتاعك for a check، لازم تخوفه منك تمام. فكتب له الجمله دي قلت له اي ويل فولو يو اي بي، انا هتابع الاي بي بتاعك فور تشيك. فهو لو في حد بيلعب ولا حاجه هيشوف الكلمه دي هيخاف منك طبعا، هيعمل لك الف حساب وهيعمل 10 صفحات بيكونوا تمام. طيب الخطوه اللي جايه بعد كده هنقول له ذس ستيب، تبع هذه الخطوه وهبتدي اللي انا نفتح صفحه تانية جديدة ونكتب فيها اللي احنا عايزينه من خلال الادرس، لان هنا في هذه المنصة مش عايزك تكتب كلمة ادرس خالص، اعلانات خالص، بسبب ان مفيش حد يشتكي هذه المنصة. وبالتالي انا هقول له فولو ذيس ستيب وهكتب له هعمل له لينك تاني للادرس. هنشوف هنعمله ازاي ولكن بعد الفاصل. اهلا وسهلا بكم من جديد وعودة بعد الفاصل. طبعا هنفتح منصة اسمها justbit.it تمام، زي ما باين قدامكم في العنوان، منصة مهمة جدا. طبعا هنقول له طبعا اكتب عنوان، هنقول له كليك اللي انت عايز تكتبه، كليك اند فولو. ونيجي هنا هنقول له واحد تمام فيزيت او اوبن، اكتب بقى اللي انت عايزه ما تخافش. هنقول له اوبن وان ادرس تمام اند ستاي واستنى، انا كاتب ستاي غلط، اند ستاي واستنى 30 ثانية ان مين ادرس في الصفحة الأساسية. الخطوة الثانية اوبن تمام 2 بيتش انسايد ذا ادرس تمام. وهنا هتقول له فور بوف للإثبات بمنتهى السهولة والبساطة. give me main address and two page الصفحتين inside the address. بس ده اللي انا عايزه في هذه المهمة. افتح اعلان سنة 30 ثانية، افتح صفحتين داخل الاعلان، والاثبات اديني الصفحة الاساسية وصفحتين التانيين تمام. وهنا هنقول له I will follow، انا سوف اتبع your IP تمام. وبعد كده هضغط على كلمة البابلش. بعد كده بيقول لك انتي اوبت تيست، وعايز منك ايه في التيست ده؟ select all image with koala، الايمج اللي الخاصة بالكوالا. يعني ايه كوالا دي اصلا؟ يعني ايه؟ يعني ده هناخد دي ودي متشابهة ودي متشابهة و دي شكلهم متشابهة ودي ايه انا مش شايفها، وناخد دي كمان نقول فاي فاي
تمام اهو خلاص كده قبلها، وهنا كليك اند فولو خلاص اهو يا جماعه، وتقوم عاملين الشير، اضغط على الشير. نشوف كده، عايزين نحصل على اللينك. انا ممكن ناخده من فوق بس نتاكد بس كده هل في الشير هيدينا اللينك او لا. اضغط على كلمة كوبي لينك خلاص، وافتح في صفحة تانية وتأكد من اللينك بتاعك. اللينك كده مظبوط. بعد كده هنتجه الى البيتلي بمنتهى السهولة والبساطة، وناخد اللينك ده على البيتلي. يبقى احنا استخدمنا منصة جاست بيس، اكتب اللي انت عايزه تمام، وبعد كده خد اللينك وحطه في المدونة. ادي اللينك اهو يا جماعة، وبعد كده الكريت ده عشان يبان في الاسبوع اوت جيكس اللي انت مش عامل موقع اللي هو جاست بيست. واخده كوبي خلاص، واجي الى المنصة واقول له اتبع هذه الخطوة. خلاص كده الدنيا تمام، وعايز تحطها بين قوسين يبقى احنا كده الدنيا كده تمام. يبقى احنا في الستيب 3 عملنا الخطوات واللي احنا عايزينه. طبعا كوبي اند بيست كذا، طبعا اد ده بالنسبه للستبات. هل في نوت زياده عايز تعملها؟ طب عايز ايه في الاكوايا بوقوف؟ طبعا اول حاجه بالنسبه للبوقوف انت عايز طبعا جيف مي، هتقول له مثلا اديني، او نقول له جيف مي ذا بوست ذا لينك، او عايز تكتبه يو ار ال اوف بوست نمبر 3، ادينا البوست التالت. وممكن تاخد ده كمان كوبي كده، وهتقول له اديني البوست اللي هو الخامس. وهنا طبعا هنا طبعا ستيب 3 اللي احنا عملناها هنا اللي هو ستيب 3 ده خاصة بالادرس اللي هو الاعلان. طبعا هنا بوف 3 هتقول له give me all link جميع اللينكات in step 3 اللي هي بتاعت الادرس اللي احنا عملناه اللي هو step 3 اللي هي الخاصة بالادرس. تمام، يبقى كده الدنيا تمام. طيب البوف هو تكست، خلي بالك انا بعمله تكست ليه؟ كلينك بعمله تكست لان التكست ده هيبقى 3 سنت. لو انت عايز اللي هو الايمج اللي هو السكرين شوت ده هتبقى ثمنها 5 سنت، هتبقى يعني من 3 ل 5، فخلينا في الايمج تكست. بالنسبه للتاني هنخليه له تكست تمام. اللينكات هنخليها كلها تكست يا جماعه. حضرتك عايز سكرين شوت لاي حاجه تمن المهمه بيزيد، تمن المهمه بيزيد. هنا طبعا بيقول لك كده، طبعا هنا بيقول لك يا سيدي هنا اوتو فاليديس بروف، يعني بيقول لك يا سيدي حط الاسئله بتاعتك هنا والاجابه، واحنا اوتوماتيك او سيستم اوتوماتيك هيعمل تشيك على الحل. يعني هنا بيقول لك حط الدنيا اوتوماتيك اهي، يو كان هاف اب تو تلاتة بروف ويز بين فايند انسر، بالاجابه بتكون محدده والسيستم ويل اوتوماتيكلي تشيك ذا انسر تمام. وتحط البيانات هنا، يعني هتحط الاثبات بتاعك والاجابه، الاثبات والاجابه اللي انت عايزها. لو صح، لو الفريلانسر تمام نفذ المهمه مش بالشكل اللي انت حاطه في الاجابه، وبالتالي هيتم استبعاده. فهنا بيقول لك خد الاكشن اللي انت عايزه ايه، عايزه انه يكتب لك ان هو نوت ساتيسفايد بس، ولا عايز يعمل لك نوت ساتيسفايد ويعمل بلوك عليه كمان للواقع للعامل يحط عليه بلوك. فانت شوف الاوبشن اللي انت عايزه ايه تمام، فده اوبشن بيكون زياده. طبعا بعد كده السيتنج الخاصه بالمهمه ودفع الفلوس اللي هتخصم منك، عدد كمان من السيتنج يا جماعه، عدد الناس اللي هتعمل قد ايه، عايز 500، عايز 1000، عايز 5000، عايز 2000، زي ما انت عايز. وهتحدد الفلوس يا جماعه وسحب الفلوس، وبعد كده في النهايه الخطوه الاخيره وهي البروموشن. اخر جزئيه بقى اللي خانه الخاصه بالجوب سيتنج ضغطنا عليها بعد كده بعد ما عملنا نيكست. فالليفل هو البدايه، والسبيد خليها 1000 معتاد، ووكر نت 25 مفيش مشكله. طبعا هو بوست واحد. طبعا الوكر ويل بي ارن 3 سنت، لان انت مش عامل سكرين شوت هيقول لك 5 سنت على طول. عايز سكرين شوت انا مش عايز. هولد جوب تايم قد ايه، او الهولد جوب تايم هتبقى 10 ثواني، لا مش 10 ثواني، هنخليها مثلا
هتبقى مثلا 5 دقايق، 65 يعني 300 ثانية، تمام. طبعا بوس كام، لو انت عايز توقف افتر ابوفت يعني بعد ما هم يخلصوا، وقف المهمة، علم يس ان بعد ما يخلص 300 وقف كل حاجة، ما يتقبلش حاجة، ما تخونش يوصلوا للريما 500 او 600، ممكن يوصلوا 600 ويقول لك هات فلوس، فخليها يس، تمام. يبقى احنا كده طبقنا. طيب الجوب في الحالة دي هتتكلف قد ايه؟ فهي طبعا قال لك ديبوزيت ماني، انا عايزين فلوس لهذه المهمه، لان انت مش معاك فلوس اللي انت تنفذها. بالنسبه لي طبعا لو اتجهنا طبعا ده ديبوزيت، وبعد كده الابلاي اند تو ذا نيكست. نيكست هتيجي بعد كده وهو هينشر المهمه بتاعتك، بس لازم الاول تدفع فلوس من خلال الديبوزيت ماني. لو ضغطنا على الديبوزيت ماني اللي هي موجوده دي، هيبتدي يفتح لك الصفحه بتاعت الوالد، لو انت عايز تعمل ايداع بالقيمه اللي قدامك دي، تمام. لو انت عايز تعمل حاجه، او تعالى بقى بالحاجه اللي انت كاسبها، بيقول لي انت معاك 12 دولار 62 سنت، اكتب مثلا المبلغ اللي انت عايزه وليكن مثلا 12 دولار، واعمل تنصفير وخلاص، بدل ما تعمل ايداع. الناس تحب تعمل ايداع، اتفضلوا ادي كده الديبوزيت والاير تي ام زي ما انت عايز. وبعد كده وبعد ما تخلص يا جماعة، طبعا بتعمل بروموشن، وبعد كده بتتقبل المهمة الخاصة بيك، يبقى انت كده عملت اللي انت عايزه. طبعا اتمنى تكون وضحت لكم كل شيء والمهمة بتتم ازاي. طبعا بالتوفيق طبعا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.